الدور ديالي واحد شلهبيه شفاره اغناكوز اللي كتلاقى مع داداس اللي هو شلهبي اكثر منها وكيبقاو غاديين في الطريق وما كاين المشاكل وفي الصداع. هانتوما غتدخلوا غتشوفوا كنتمنى يعجبكم. وداداس الاجواء مع حمقى داداس دائما الاشتغال معاه ممتع وكنفرح ملي كنخدم معاه وكنتمنى دائما نشتغل معاه لانني كنكون كنشتغل وانا كنضحك. كان فيلم صورت وانا في الداخله من انتاج خاص يعني كنشكر حسن الشاوي اللي تاق فينا وخدم لنا هذا الفيلم هذا اللي كنعتبره ماشي مال الشعب ماشي مال العام. وفيلم اللي بغيت نرجع به عاوتاني للسينما لان انا عزيز علي بصراحه السينما وعزيز علي حتى الجمهور المغربي والجمهور كيحقق معايا نسب مشاهده قويه فضروري انك دير لي فيلم زوين وباحترام اللي قريب ليه ويكون تقريب ليا وصافي. هذا الشيء اللي نقدر نقول لك. ما عندناش كيفاش لقيطات خديجه اباحيه اه دار القرض ضرب واحد اللقطه القرض لا هادشي ما كاينش. شوف انا كتحاول ما امكن. انا هذا العام كرمنا الله بجوج ديال الافلام ديال السينما واحد اسمه جود شيرمان هذا تفتتح في تورنتو هذا كنعتبره فيلم دوتور يعني هذا فيلم اللي كتقدر تشارك به في مهرجانات خويه خارجه. وكان عندي فيلم هذا ديال الجرون بيبليك ديال الجمهور كي كندير فباش انا بصراحه ندير الفيلم وانا ديما احلامي ان ندير الفيلم يكثروا الناس وتبنوا سينمات. القرض تعامل مع عزيز داداس انا كنجيب لك الله بحال ربي 80 عام والقرض غادي تشوفوه يعني ماشي حاولنا ما امكن اننا نتعاملوا معاه لانه حيوان يعني فهمتي نتعاملوا معاه لانه غادي يقدر يصور معايا واحد دو موا ادمي في واحد الصهد في واحد الكليما اللي غتشاف هنا غتشوف في الفيلم. والحمد لله يعني نفضل من الله سبحانه وتعالى يعني مشى معنا مزيان كنا العصا ولكن مشى معنا مزيان. كيوجه عزيز داداس للجمهور ديالو كيقول لهم شكرا يعني على النسب اللي كتجي. وانا دائما ملي كيسولوني على الشباك تنقول لهم ان الجمهور هو نجم الشباك الجمهور هو اللي كيقطع من المال الخاص وكيجي يتفرج في خوه وتنعتبر راسي انا اخو المغاربه يعني تنقول لهم الا غلطت سمحوا لي. كانت شي حاجه زوينه يعني وتنشطوا بها انا فرحان يعني لان انت ما غادي نقدرش نقول لك نقدر نختار بزاف ديال السيناريو في احنا ما عندناش بزاف ديال السيناريو يعني فكتحاول ما امكن انك تقلب لي شويه نسبيا قريب لك وقريب الناس وتخرج الناس يعني تحاول تخرجها من 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 من, من مشاكل وتخرجها من بزاف ديالها وتخلي لها تخيل معاك وتعيش معاك. بخير الداخله بعد واحد المنطقه اللي احنا ما كنعرفوا عليها والو انا قلتها قبيله قلت لها ما عجبكمش الفيلم شوفوا المدينه ديال الداخله. تبارك الله يعني بلادنا زوينه يعني بلادنا كيستغلوها الغرب علينا بزاف يعني كيستغلوها الناس من اوروبا تيجيو يصوروا عندنا وحنا بصراحه دائما كندخلوا لشي صندوق وكنسدوا علينا وكنبداو نمثلوا فيه وكنقولوا علاش الجمهور ما بغاش هادشي حيت الجمهور كيبغي يشوف معاك مثلا فيلم راه قصه موسيقى الكوستيم استوار جو بلاد يشوف حويجات وبيني وبينك السينما ملي كيتسد لابورت خصنا نسافروا نشوفوا فيلم نقدروا نسافروا فيه كاملين ما قدرناش نحققوا السفر البيبليك راه غنكونوا كنديروا شي سينما اخرى. فيلم غادي في السياق ديال لو كرون غيزاتور ابراهيم شكيري يعني الكوميك اللي فيه واحد شويه تراجيك سيتير كو فيلم كوميدي 100% كي فا تابي ان شاء الله بحال الطريق الى كابول لو بروميي فيلم ديالو. الدور ديالي انا في فيلم ماشي كبير بزاف عندي مساحه صغيره مي ابارامون بارتيسيباسيون كو جي ايمي كو جي ادوري تحت لا سيناتور ديال ابراهيم شكيري. L'esprit fait l'aventure, fait le dark, fait le voyage. Et on découvre de la région les mamans, on de la région de Dakhla. Ce que je peux dire, c'est que c'est un moment d'évasion. Je souhaite les gens s'évadent en espérant que ça va plaire aux gens. Inch'Allah. Je vois qu'il y a dans le sens beaucoup difficile parce que la région est compliquée, Sahara ou le déplacement, mais il y a la collaboration entre les acteurs, les techniciens, qu'un Kouya. وكانت واحد البروفيسيوناليزم وكانت واحد التعاون يعني وحنا اون ساميزي صورنا الفيلم وضحكنا ولعبنا يعني تيبان داكشي في ليماج وان شاء الله حتى البوبليك فا فوا داداس ماشي هو التجربه معايا وانا جي ان كرون ريسبي بور لوي ان كرون ريسبي بور موا سي ان كرون اكتور سي انكور مازال يلاه بدا في دوني سكي بو انكور دوني اي سي C'est quelqu'un d'essentiel pour moi faire ce genre de projet d'Akshi et donc là je m'entends très très bien. C'est un plaisir chaque fois de travailler avec lui. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.